اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات السي تي سي. النهارده ان شاء الله الحلقه ال11، وبنبدا فيها سلسله من 6 حلقات بنتكلم فيهم عن الوقايه اجينست الاوفر فولتج. هندي حضراتكم ابلكيشنز وافكار لحاجات بتحصل في حياتنا العمليه، هنقدم لكم التفسير بتاعها وليه بتحصل والوقايه ضدها ازاي. تعالوا نتفرج على موجة الفولتج اللي بتغذي الأحمال بتاعتنا، اللي بتكون بطبيعتها واخدة شكل الساين ويف، لكن أحياناً ممكن يحصل لها فولتج دبس وتقل قيمتها لمدة زمنية محددة وبقيمة معينة عن النورمال بتاعها، أو ممكن يحصل قطع كامل للتغذية الكهربية لمدة قصيرة بنسميها شورت انتربشن. بترجع بعدها الموجة بتاعتنا لكن أحياناً بفولت أعلى أو أقل من القيم المعتادة. واحد من الأسباب اللي بتؤدي للباور فريكونسي اوفر فولتج هو النيوترال ديسكونكشن. تعالوا نشوف كده التغذية اللي قدامنا اللي بتتم من خلال المحول اللي في كشاك الشوارع، ومنه للبيلرز، وبعد كده للرايزر بتاع العمارة. الشقق بتاعة العمارة بتبقى متوزعة على 3 فيزات، كل شقة واخدة من الفيز والنيوترال، والجهد بتاعها بيكون طبيعي 220. طب ايه اللي هيحصل لو اتفصل النيوترال اللي بين المحول والعمارة؟ للأسف الكهرباء مش هتفصل عن الشقق، لكن اللي ممكن يحصل إن شقتين يتسريلوا مع بعض هما الاتنين وياخدوا جهد اللاين فولتج اللي هو الـ 380 فولت، بس للأسف مش هيتقسم على الشقتين بالتساوي، لكن كل شقة هتاخد نسبة معينة من الجهد على حسب الأحمال اللي الشقة دي مشغلاها، وبالتالي ممكن يزيد على واحدة منهم ويتخطى أحياناً الـ 300 فولت. تعالوا نشوف السلايد اللي احنا لسه شايفينها لما نيوترال يحصل ديسكونكشن بطريقه عمليه. احنا هنا نتخيل عندنا عماره، العماره ده هي فيها شقتين في الدور، في شقه يمين وشقه شمال، بنمثل الشقه اليمين والشقه الشمال بمجموعه الاحمال دهيت، يبقى دي الشقه اللي على ايدينا اليمين ودي الشقه اللي على ايدينا الشمال. كل شقه منهم واخده من فازه مختلفه وليكن فيز 1 وفيز 2، وكل واحده داخل لها 220، يبقى الشقة ده هي اليمين واخدة من 1 ونيوترال، والشقة الشمال واخدة من لاين 2 ونيوترال. الفولت اللي داخل لهم اهو، واحدة واخدة 226 فولت والتانية واخدة 226 فولت. طيب تعالوا كده نحمل الشقتين بالأحمال بتاعتهم. زي ما احنا شايفين ان شدة الاستضاءة عليهم واحدة. تعالوا كده بقى دلوقتي احنا عاملين هنا المينيتشر ده بنفصل بيه النيوترال اللي جاي من الصاعد للشقتين. ايه اللي حصل دلوقتي؟ بقت الشقتين متساريين ما بين لاين 1 ولاين 2. طيب ايه الفولت دلوقتي اللي موجود على شقه منهم؟ موجود عليها 190 فولت والشقه الثانيه عليها 201 فولت. طيب فرق الجهد ده جاي من ليه؟ لان ده فولتج دروب عشان اللمض هي مش ايكوال. اللمبه تقريبا 50 واط. طيب تعالوا بقى نشوف الام اس يو هنا هيفيدنا في ايه. طول ما احنا في بالانسد ما بينهم والفولت ما وصلش لغايه 255 فولت، الام اس يو مش هيفصل. طيب تعالوا كده نطلع الاحمال، واحد من الشقق مش موجود، ونشوف كده بيحصل ايه في شده الاستضاءه. هنلاقي على طول ان في شقه لما ابتدينا نخف الاحمال طلعت من 201 فولت بقى عليها 240 فولت، يبقى ده كده بداية أول أمبالانس موجود ما بين الشقتين عشان الفولتج دروب نتيجة الوات اللي متحمل على كل شقة ما بقاش زي التانية. الشقة التانية بقت 151 فولت. نخرج كمان أحمال. الأوفر فولتج عشان بقت الأحمال وصلت الشقة التانية أكتر من 255 فولت فعملت لها الإيه؟ الحماية. في نهاية حلقتنا بنشكركم ونشوفكم على خير في الحلقة الجاية إن شاء الله.